على مستوى دار الصحافة بقسنطينة يجيء محمد عجابه كل صباح وبابتسامة عريضة يستقبل موظفي الدار متجها صوب مكتبه وهو المدير الجهوي لجريدة لاست ريبوبليكان. يلقب عند الأسرة الإعلامية بالولاية بعميد الصحفيين خاصة وأن له في المهنة ما يزيد عن نصف قرن. أنا بالنسبة لي كي نقدم روحي الناس يقولوا لي عميد الصحافة اللي هنا بالنسبة للشرق يدار لي شوية بزاف عليا. بالنسبة ممكن كاين زملاء كيما حميتي أبو بكر بالحياة هو من أول من الصحفيين اللي خدمت معهم وكان مسؤول عليا في وكالة الأنباء في جريدة النصر في الهدف في الأصيل. على كل حال مصير كبير، ولكن أنا أعتبر 51 سنة اللي بديت حقيقة في 72 في وكالة الأنباء. هذه أول مدرسة ليا كصحفي، يعني مش احترافي، كنت معاون صحفي لأن في الأصل أنا أستاذ في التعليم، ولكن المصير حبي للصحافة بقيت نواصل من الصحافة المكتوبة حتى وصلت للإذاعة. الإذاعة على كل حال اللي بطيت فيها الإذاعة كنت مراسل تاع القناة الثالثة القسنطينة، ما فيها الرياضة ما فيها المعلومات العامة. هذه ثاني مشيت بها مشوار كبير، ما فيها تغطيات تاع نشفع عليها مع ربيع دعاس ربي يرحمه، درنا السقيط سيدي يوسف على العامين وشاركنا، كان مبعوثين خاصين بالنسبة لهذاك الوقت، وزيد جميع التغطيات يعني المسؤولين الوزارة أو هذيك، سواء بالنسبة للشيء الكتابي. وأنا باش نفكر من اللي في المصير تاعي كما درك عندي 17 سنة في هذه الجريدة لاست ريبوبليكان من 2006 ليومنا هذا كرئيس مكتب الجهوي. ما زدت كنت مشيت خدمت في الأصيل، كنت في المراسل لإذاعة الوطنية حوالي كذب 20 سنة وما فوق. مع كل صورة يتذكر العم محمد عكابو ذكريات لا تنسى، لا سيما وأنها لسيقة بتجاربه المميزة في تغطية تظاهرات رياضية خارج الوطن على غرار ألعاب البحر المتوسط، ألعاب الإفريقية، وزيارته في تغطيات إعلامية متعددة بكل من تونس وكذلك البرازيل. منها درت مقابلات دولية في القاهرة، درت بين مولودية قسنطينة وفريق الإسماعيلي، مشيت أنا القاهرة مبعوث خاص للقناة الثالثة. في 75 غطينا الألعاب البحر الأبيض المتوسط، والصور موجودين عندنا هنا. ثم زدنا مقابلة دولية في 78 ألعاب إفريقية. ما قبل أين ظن درت البطولة الإفريقية اللي نجحت فيها حسيب أبو المرقى، اللي أول رقم إفريقي حصلت عليه في عنابة 1988 كنا موجودين. هذه اللي درت معها استجواب. وعلى كل حال هذاك ومن ذكر مشينا اخرتها، مشيت للبرازيل في 2014 اخر مهمه كان بعود خاص للجريده لاست ريبوبليكا، والمقابلات كبار اللي مشينا فيهم وشاركنا فيهم فيها في تونس. عندي تصاور لهنا مع الفريق الوطني كان شيخ كرمالي، يعني من جمش نذكر المقابلات اللي غطيت يعني على مستوى الجهوي والوطني. دونك هذا كل المكسب هذه الخبره، وما بعدتنيش من الاصل يعني المهمه تاعي كمدير جهوي الكتاب المدرسي اين ذاك، حتى التقاعد اللي في 2006 اللي حصلت على التقاعد تاعي وبقيت الصحافه ليومنا هذا. ولأن صحافة مهنة المتاعب لم تنسى ذاكرة عميد الصحفيين زملاء المهنة ممن اغتالهم الرصاص خلال العشرية السوداء،
غير أنهم كتبوا أسماءهم بدم في سجل الأبطال. يقول محمد عكابو: الصحافة المكتوبة عاونتنا بزاف، خاصة المراحل اللي عقبناهم الإنسان، خاصة في الوقت الصعيب، يعني وقت الإرهاب هذاك. ثاني كنا يعني جازنا مرحلة وين بين الحياة والموت، وانت لأن قال صحفي لازم، وحنا كنا ندافعوا على المبادئ باللي البلاد هذه فيها جزائريين، وحنا بكل جزائريين وماذا بينا نخدموا الجزائر البلاد تاعنا. ولكن الشيء اللي جا به هذاك الوقت الموفمون هذاك ما تقبلناش، ولكن صبحنا احنا في الواجهه. نتفكر زميلي ربي يرحمه مخلوف بوخزر اللي اليوم راهو هنا معايا في مقابله في عين وليله، رانا قاسمين كرسي واحد، هو ثاني راح ضحيه المهنه، دخلوا ليه وداوه وقتلوه، يعني اللي كان في الاذاعه في التلفزيون، وكنا نخدموا مقابلات مع بعض، وإنسان طيب يعني شوفي، وخلي الزملاء اللي ماتوا والمواطنين اللي شاركوا. لابد صحفي يواجه، يكون عنده الشجاعة القوية باش يقول هذا غير معقول، شي اللي في بلادنا مسلمين جزائريين نلحقوا للدرجة هذا، باش نرجعوا للوراء بشي مدى، والجزائر قوية، ولهذيك نجحنا من فضل يعني العامل المشترك تاع الصحفيين كامل اللي نحييهم واللي ماتوا نرحموا عليهم. خلف كل احتفالية باليوم العالمي لحرية التعبير قصص تبقى محفوظة بذاكرة مهنة المتاعب، تفرض علينا وبإلحاح تثمينا للمكاسب ومطالبة بوضع أفضل يتماشى الحقوق ويتماشى حتمية تطور المجال. كل عام والصحفي يرتقي ليحظى بحرية أفضل.